أهلا وسهلا بكم من جديد. ضيفتنا مخرجة سينمائية سعودية لها أفلام تسلط الضوء على مواضيع ربما تكون جدلية في المملكة العربية السعودية. هي من مواليد المنطقة الشرقية، والدها هو الشاعر والمفكر السعودي عبد الرحمن المنصور. ضيفتنا يعني مذيعة ومخرجة وأحيانا كاتبة نصوص، درست الأدب الإنجليزي المقارن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت عام 1997 لتلتحق بالعمل الوظيفي. دائما تثير الجدل، حتى لما قررت تزوجت بطريقة مختلفة وربما كانت صادمة للمجتمع ذلك الوقت. نتابع هذا التقرير قبل أن نرحب بضيفتنا. وجدة، وين غطوتك؟ بأشي سيك عشان سابق عبد الله. فتاة حالمة في 11 من العمر ودراجة، كومة من الآمال في مقابل التحديات، في رواية ترتكز على المرأة قبل كل شيء. هكذا بدت حكاية وجدة، الفيلم السعودي الأول الذي صور في العاصمة الرياض، وفي بطولته فتاة من أصغر الفنانات السعوديات وهي وعد محمد. أبوك كان أول رجل في حياتي وإن شاء الله الأخير. يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردكي؟ وكل هذا ليش؟ عشان ما خلتك تشتري زيتون؟ الفيلم من نتاج الروائية والمخرجة السعودية هيفاء المنصور، والتي تعد أول سعودية تقتحم مجال السينما في بلد بلا دور عرض، وذلك بعد إغلاقها في سبعينات القرن الماضي. وجدة، والذي حقق العديد من الجوائز في مهرجان البندقية السينمائي قبل أن تعود له هيفاء المنصور كمحكمة، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول فيلم سعودي يرتحل بين دور العرض والولايات قبل أن يحقق جائزة مهرجان دبي السينمائي. كما أن وجدة ليس إلا صدفة في عقد، فهو امتداد للعديد من أفلام المنصور كالرحيل المر ونساء بلا ظل وأنا والآخر. فوالدها هو الشاعر الراحل عبد الرحمن المنصور، وشقيقتها هي الفنانة التشكيلية هند المنصور. هيفاء بدورها قصدت القاهرة لدراسة الأدب قبل أن ترتحل إلى أستراليا لدراسة السينما في جامعة سيدني. هيفاء تعد إحدى الشخصيات المتعرضة للكثير من الحوارات الجدلية، وخاصة من التيار الديني في المملكة، ولازالت قصتها التي ضجت بها الصحف قبل سنوات مع الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني حديث المجالس، والذي استقبلها في منزله لتصوير فيلمها الوثائقي نساء بلا ظل، والذي تطرق إلى الحجاب وشرعية تغطية الوجه. وأثناء عرض الفيلم في القنصلية الفرنسية بجدة، ظهر الشيخ عائض القرني في الفيلم بمحاضرة ألقاها في الثمانينات من القرن الماضي قبل أن يظهر الجزء الذي صوره في منزله لصالح الفيلم، ما أظهره في موقف المتناقض، وهو الأمر الذي استغربه الشيخ عائض في تلك الفترة. هيفاء، والتي من خلال أفلامها ولا سيما وجدة حاولت أن تكسر القيود التي تراها حول المرأة السعودية وميلها إلى الرمزية في ذلك، ولا سيما بالدراجة في فيلمها الأخير، كما يرى بعض النقاد أن طغيان الإشكالية التي تحاول هيفاء التطرق إليها في أفلامها يحدث نوعاً من التشتت، فهي تحشد العديد من الإشكالات التي تعاني منها المرأة السعودية في فيلم واحد. إلا أن الحركة الفنية والتي ساهمت فيها مع عدد من الفنانين السعوديين، خاصة بعد مهرجان الفيلم السعودي، ينبئ إلى أن عجلة السينما في المملكة وإن كانت تسير ببطء، إلا أنها تحقق تقدماً ملفتاً قد تعود معه دور العرض إلى فتح أبوابها من جديد. الروائية والمخرجة السينمائية هيفاء المنصور تتحدث عن الكثير وتكشف عن الكثير الآخر على مائدة الثلاثاء مع علي العلياني. أهلا وسهلا بك مرة ثانية، شكرا لتلبية الدعوة وحضورك معنا. شكرا يعني لك خالي، يعني مبسوطة جدا أنا في هذا البرنامج. نعم، خلينا نرجع بنبدأ بشوي بوجدة
بعدين بنرجع ذكرت أنا في المقدمة أنه حتى يوم جيت تتزوجين لخبطتي العالم. وجد ماذا بعد؟ إيش أخبار الأوسكار والترشيح وال... تونا الحين تونا بدينا يعني السباق الحقيقي. طبعا هذا السباق يكون ضمن الصناعة، ضمن الصناع، ضمن الناخبين اللي هم يصوتون للفيلم. فإن شاء الله خير لحد إن شاء الله لين يناير في حملة لدفع الفيلم في لوس أنجلوس. ويعني الاسم الفيلم يتردد كثير من أهم المطروحين. إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقنا. توقعين إنه ممكن يفوز يكون موجود؟ طبعا هذه فئة من أصعب الفئات، فئة الفيلم الأجنبي من أصعب الفئات اللي تتوقعها. لكن مش أنا اللي أتوقع، أتوقع إن كثير من اللي يرصدون الأفلام الأجنبية يتوقعون أن وجه يكون واحد من الأفلام اللي ينتهي بهم المطاف في القائمة النهائية إن شاء الله. لما جيتي لموضوع زواجك من برادلي نصيب الخير ودبلوماسي أمريكي اعتنق الإسلام بعد ذلك، حكينا القصة كيف صارت. براد كان يشتغل، كان ملحق ثقافي في القنصلية في الظهران، وأنا كنت قد مسوية نساء بلا ظل، وعزوا نساء بلا ظل وكانوا في يعني مناقشة عن الأفلام الوثائقية، وتعرفنا على بعض، وهو إنسان يعني لطيف و حبينا بعض وتزوجنا والحين عندنا عيال. الحين عندك ما شاء الله ولد وبنت، آدم وهيلي. موضوع الإسلام هذا كان من اللي أنت كنت مبادرة، ولا هو بادر، ولا الأهل قالوا لازم يكون مسلم، ولا إيش اللي صار؟ الجميع يعني صراحة، أنا أهلي طبعا ما راح يوافقون أبدا أنه ما يكون لازم يسلم، وأنا طبعا يعني مهم بالنسبة لي، أنا فتاة مسلمة ويعني ما أقدر أتزوج إنسان مش مسلم، يعني أحس أنه ضد ديني، وأنا ما راح أسوي شيء يعني من هذا القبيل. فيا أسلم براد ويصلي ويصوم وكلنا نصلي ونصوم. يعني أنا أسمع ناس في تويتر يعني دائما متزوجة واحد أجنبي ومدري إيه، يعني أقرأ تعليقاته، لكن هذا ما هو صحيح يعني. وأنا أحس أن الناس يعني أن في شيء جميل أن في شخص دخل الإسلام وشخص مؤثر يعني ومنصب حساس ويدفع يعني يساهم في تعديل الصورة المسلمية. إيش أضاف لك برادلي؟ أضاف لي الكثير. استقرار العائلي مهم جدا، مهم أن يعني ما تكون في حياة متكاملة. وأنا بالنسبة لي يعني أن يكون عندي أطفال وبيت، يعني بعد ما أسوي أفلام أروح أسوي معهم، بس أطبخ معهم، أسوي كوكيز، سوينا الحين جنجر بريد مان. ويعني أحس أن في، أنا على حد علمي ما لك علاقة بالطبخ. لا والله أطبخ، لازم تشوف كبستي، كبسة حساوية أضبطها لك يعني. طيب ممتاز. بعد هذه الفترة سعيد هو في نجاحك، يعني مهتم بهذا الموضوع؟ اي لا سعيد جدا، ومش يعني ومساند كثير. وانا احس ان المرأة ما تقدر تصنع اي شيء اذا ما كان عندها رجل يقف خلفها، رجل يعني يعطيها هذا المساحة ان هي تبدع، يعطيها هذا المساحة انك انت اوكي روحي، لانك المرأة تشعر بالذنب لما انا اسافر مثلا انا هنا وعيالي، اشعر ان يعني ان انا مقصرة بحقهم. لكن لما يكون في احد انه انا عارفة انه هناك راح يرعاهم ويخليهم، يعطيك احساس على الاقل بالاستقرار انك تقدر تسوي اشياء. نعم. بالنسبة للاولاد بالسؤال، معلش اكيد الناس تبغى تسأل، يتكلمون عربي ولا انجليزي بس؟ يتكلمون، ابني يقول السلام عليكم، صباح الخير. يعني ما في لا في عربي، بس الخامه ما يضبطها مثلا الحاء، بس يتكلمون عربي يفهمون اكثر منهم ما يتكلمون. بس مشكله العرب عندك هذا الموضوع الثقافي، الموضوع انه تبغين عيالك يتكلمون عربي يفهمون حولهم اسرتك مثلا؟ لا مهم جدا بالنسبه لي، ياخذون دروس الحين. بس مشكله العربي انك انت في، هم يروحون مدرسه انترناشونال، لان احنا بحكم ان احنا دبلوماسيين نتنقل كثير، فالمدرسه تكون بالانجليزي واصحابهم بالانجليزي والتلفزيون بالانجليزي. والادب العربي للاطفال ركيك جدا، ما عندك تقدر تقرا لهم قصص يعني مشوقه، وعندك ديزني ماشين ان هي تسوق للانجليزي برضه. فهذا في شيء، هذا يعني بالنسبه لي اللي انا اعاني منه الان. فيا الحين انا صرت الف لهم اغاني، انا وياهم نالف اغاني على كيفنا بالعربي علشان يدوبك يتعلمون يعني. بس نعم. كويس يتكلمون. جميل. طبعا انت بنت هذا المجتمع السعودي، سواء الشرقاوي ولا الرياض ولا الجنوب ولا الشمال،
ودائما تتكلمين عن مواضيعهم. احيانا راح نتكلم على التهم هذا انه دائما الروائي السعودي ولا المخرج السعودي يصب كل القضايا في مكان واحد، بنتكلم عن هذا. لكن انا قبل نروح لهذه النقطه، علاقاتك الاجتماعيه، معرفتك بالمجتمع قديش ساعدت، وفي نفس الوقت الصديقات اللي كنت تستوحين منهم هل لا زالوا متواصلين معك؟ هل انقطعت علاقتك ايضا بعد هذا القرار؟ شعرت انه في ناس نفروا منك اجتماعيا فيتعلق قرار الزواج؟ تربيتي انا ربيت في الحسا، الوالد الله يرحمه من الزلفي طبعا، وخوالي من الحسا، فربينا احنا في الحسا. لكن انا حسيت ان انا ربيت بمدينه صغيره، واهلي يعني الوالد والوالده يجون من مدينه صغيره، في هذا الاحساس الالتصاق بالثقافه. بس انا يعني عمري ما اهلي قالوا لي ما تقدرين تروحين، ما تقدرين تركبين سيكل، ولا ما تقدرين، لان يعني في عندنا كانت مساحه من الحريه في البيت. وطبعا انا ربيت في السعوديه، لما كنا السعوديه تسمع اغاني حرام، تقدر تروح المدرسه يعني عندك يعني كينونه المدرسه كانت مدرسه صارمه جدا، المدارس الحكوميه، وانا رحت المدارس الحكوميه طبعا، فكان عندي دائما هذا المساحه اللي في البيت، خلتني شويه اقدر ان انا احلم من يوم من الايام ان انا اسير مخرجه وانا اسوي شيء، رغم ان انا انتمي لهذه البيئه المحافظه، واهلي يعني حوالينا كمان، اهلي يعني اهل الوالده محافظين جدا. بس اعطاني هذا احساس ان انا اعرف هذه الثقافه وافهمها، يعني لما اتعاطى مع قضاياها احس ان انا اتعاطى مع قضايا بنت خالي ولا بنت عمي، تعرف ناس افهمهم، اعرف خلفياتهم جدا. ف يعني التكوين الثقافي مهم احس. بالنسبه لعلاقاتك مع صاحباتي، لا الحياه راحت من اول ما رحت مصر، من اول ما رحت ما كان على ايامي في ناس يبتعثون، وانا رحت الجامعه الامريكيه في القاهره، فكان يعني بالنسبه لهم كاننا نسوي انتحار اجتماعي، يعني لا خلاص حياتي بتنتهي وكذا. ف طبعا ما كان البنات تطلع من السعوديه تتعلم برا، هذا ما في يعني غلط. انت رحتي بعثة مصر؟ وين رحت؟ فكنت يعني اي بعثة على حساب المملك، على حساب، لا على حساب الوالد، على حساب يعني على حساب اهلي، لما كان في ابتعاث في ذاك الفتره، ما كان في ابتعاث للبنات يعني. ف إيه يعني فانقطعت العلاقات، ما انقطعت بشكل يعني مفاجئ، لكن خلاص يعني الحياة راحت، كل الناس لا لحد الحين ما أعرف عنهم كثير، أحيانا يكلموني، أحيانا أحد منهم يجي في تويتر إحنا من المدرسة من إيش فلانية يعني أسمع. طيب هيفاء، ليش دائما في تصور لما يكون في مخرجة سعودية مثلا أو أنها دائما تكون من أسرة ثرية يعني أنه المسألة عندها يرون أحيانا أنها ترف؟ لأي مدى هذا دقيق؟ وهل أنت فعلا كذا يعني ينطبق عليك هذا الشيء؟ أنا ثرية؟ لا عادية، ميدل كلاس يعني، طبقة متوسطة عادية، ما إحنا بأغنياء تماما، ولا يعني عادي، ناس عاديين. أتوقع أن إحنا اللي يعني أخواني يعني بابا الله يرحمه قدر يرسلني أدرس جامعة، وقدر يعني نقدر، لكن يعني أنا ما أسوق مرسيدس ولا لكزس على وأنا طفلة يعني ما عندي هذا يعني هذا البذخ، لا أحس، وأحس أن هذه التربية، أن أنا ربيت في الشارع السعودي اللي هو المينستريم، أحس أن هذا اللي خلاني أحس أن أنا ملتصقة. وأستغرب لما الناس يقولون أن أنا ماني بسعودية، لأن يعني أو أن تغريبية أو شيء، لأن لو في أي أحد في الدنيا تغريبي ما هو أنا يعني أنا درست وعشت حياتي كلها في وسط يعني داهم يتكلمون يعني عن تغريبية بأفكارك، ما يتكلمون وأفكاري يعني أفكاري وين يعني أفكاري، أنا فقط أعبر عن نفسي كامرأة يعني، ما حتى ما حاول ان انا في افلامي ان انا ما تحس ان فيها هذاك التغريب يعني، حتى في وجدة ما حاولت ان انا ابين يعني الاماكن السعوديه يعني الباذخه والقصور وما هالاشياء، حاولت ان انا ابين الناس وهم يعني يحط وجه انسان. انا راح اسالك، احنا بنروح فاصل لكن راح اسالك بعدين حتى تفاصيل المطبخ، تفاصيل البيت البسيط في السعوديه يعني كيف وصلت لك وكيف وصلتيها، بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا في حوارنا مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. أهلا. كما عودناكم كل يوم ثلاثاء طبعا عندنا ضيف أو ضيفة مميزة أو مميز، وأنت طبعا يعني من المميزات. الله يخليك. أول المميزين، أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
تحدثنا قبل فاصل عن تفاصيل صغيرة لكنها لامست الناس. هل أنت تعتمدين على بحث، على مساعدين، على تتكئين على ذاكرة مثلا لازالت موجودة عندك، يعني تروحين لهذه الأماكن بين فترة وفترة؟ لا طبعا ذاكرة أكيد أنا أحاول أن أخلق مجتمع شفاف، يعني ما أحاول أن يعني أعرف أنا هذه البيوت أفهمها، حتى السشوار الأحمر أنا عارفة أن السشوار الأحمر انقرض لكن السشوار الأحمر أغلب البنات ولا حتى يعني من جيلي يتذكرون هذا السشوار ويتذكرون، يعني يجي معاه ميموريز تعرفوا في السينما. هذا الشيء لازم، أنا أحس أنه مهم أنك تلمس قلوب الناس، مهم جدا أنك في السينما تخلق هذا الشيء، أن الناس تحس أنها شايفة نفسها، تحس أنها شايفة جزء منها، جزء من طفولتها، جزء من النوستالجيا اللي يعيشها الفرد. مهم أحس أنه يدغدغ مشاعر الناس. وأنا بالنسبة لي يعني أكيد الناس يقولون هيفا عندها رسالة ومدري إيش، لكن أنا أحس أن السينما ترفيه بالدرجة الأولى. السينما يعني تروح تشوف فيلم، تستمتع بقصة، تبكي شوي، تضحك شوي، تحس يعني ياخذك هذا الجو وبس. يعني اكيد لازم يكون في رسائل يعني عن حريه المراه وتمكين المراه، هذا اشياء انا يعني اؤمن بها، لكن ما احب انها تقف عائق امام القصه. بس ما تشوفين انه هذا يعني الكلام اللي قاعد تقولينه احيانا يتناقض مع ما انتجتي؟ يعني مثلا الافلام اللي انتجتيها واللي خرجتيها هي دائما في القضايا اللي فيها المراه، حتى في الوجده في اكثر من مسج، كان ما كان كان فيه عن السائق، كان فيه عن القيادة، كان فيه عن السعودة، كان يعني كثير من الـ من الـ من الملفات. ما إلى الآن ما عملتي مثلا شيء كوميدي؟ شيء بس مش ليه وجدة في كوميدي في قليل. اي عاد الكوميدي بالمنظار السعودي انا ما راح اسوي مناحي يعني إيه. مع احترامي في توجه اخر هذا، بس انا عندي ما عندك تحفظ على مناحي؟ لا ما عندي تحفظ على مناحي، بس مستوى يعني سينما مختلفه. يعني انا ما راح اقدم هذا، انا اقدم يعني في كثير ناس بكوا في الفيلم، ما بكوا علشان احد طقها وقطها من برا البيت وعندهم واحد مدمن وواحد صفعها ومدري ايه، ما في عندي في الفيلم. عندي يعني رحله انسانيه تعيش معها الانسانه وتبكي، ممكن ما تبكي إذا ما حمام، بس ناس كثير بكوا يعني عرفت. أنا يعني في يمكن الكوميديا السائدة ما هي الكوميديا اللي أنا أبي أقدمها، يمكن هي كوميديا رائجة ولها ناسها، لكن الكوميديا اللي أنا أقدمها كوميديا مختلفة يعني. بس حتى نساء بلا ظل في كوميديا، في يعني في ناس تضحك لما تشوف لما تشوف يعني هو وثائقي، بس في 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 يعني في نكت عن المجتمع عن نفسنا. صحيح، بس انا هيفا بوصل شيء اليوم لو نرجع لافلام نلقى فيها حتى احيانا عادل بعض الاشياء، يعني بعض المسجات الموجوده. انا اليوم هل راح يوم من الايام نشوف مثلا فيلم هيفاء المنصور مثلا في روايه ما بعيده عن موضوع ملف المراه، روايه فازت بجائزه او قريتيها وعجبتك؟ اي طبعا. هل ممكن تنفذين العمل او لا زلتي راح تعملين بنفس الطريقه اللي عملتي في الافلام الماضيه؟ لا بالعكس، انا اتمنى ان انا الاقي روايه ان انا احبها واقدر اسويها. مشكله الناس اللي يقولون ليش اسوي افلام عن المراه، احنا في مجتمع غير مختلط. يعني كل الرجال اللي شفتهم في حياتي وانا اكبر يعني هي الوالد واخواني ويعني عمامي ها من بعيد وخوالي، يعني اذا احد زارنا، بس ما في يعني وين تسوي عن حياه الرجال اللي بعيد عن حياتي، ما اعرفها كثير، ما اعرف مجتمعاتهم، ما اعرف قعداتهم، ما اقدر انا يعني يعني في اشياء كثيره تفاصيل حياتهم انا ما اعرفها. لكن اذا تسالني عن تفاصيل حياه المراه انا اعرفها، لانها هذه اللي انا اللي ربيت معاها، وانا ربيت من بيت يعني شويه في تحرر، يعني مو ان احنا كله حكرين اهلي يعني في، ويظل المجتمع الرجال عني غائب يعني كثير بشكل كبير حتى الان. الرجل السعودي طبعا حتى الان، بس احس ان الحين المجتمع السعودي تغير كثير، والحين طبعا مع السوشيال ميديا وهذا كل تغير للافضل ولا الأسوأ؟ لا للافضل بشكل كبير. انا احس ان المجتمع السعودي ابتدى يعني كان شويه مجتمع منغلق وابتدى يتجه الى الانفتاح، وفي يعني في في
في طاقات شباب لها ما كانت زي الأول. في ناس عندهم في أكسس يعني أنا لما يعني للمعلومات لما أنا كبار لما إحنا كبرنا ما أدري أنت كم عمرك عليها بس أنا لما كبرت كان عندنا أنتل وبابا الله يرحمه كان يروح فوق ويرف طلع القناة الأولى والقناة الثانية. الحين كم قناة عند يعني عند الشباب كثير يعني فالحياة تغيرت كثير عن أيامنا. نعم طيب أنا الحقيقة يعني في أكثر من ملف لكن نبدأ بتجربتك كمذيعة. يعني جربت أكثر من شيء. أبغى تقييمك لنفسك كمذيعة والتجربة نفسها. أمرأة وأكثر على البي سي نتذكر ذاك اليوم كنا الزملاء يعني بالمناسبة. كيف تقيمين ذا التجربة؟ لا صعبة يا أخي تخانقون الناس ما أقدر أفك بينهم خصوصا إذا كان توك شو وأنا يقولون لي روح يطلع على بريك ما في بريك يا جماعة ما في بريك ونقطع صعبة أحيانا أحس إن إدارة الحوار كانت صعبة لكن إن أنا استمتعت صراحة يعني حسيت إن أنا يعني في قضايا تهمني قضايا المرأة في القضاء وقضايا في أشياء زي كذا حسيت إن أنا ندمانة على التجربة ولا لا ماني ندمانة أبدا حبيت التجربة استمتعت فيها أنا بعيدها ما أتوقع لكن استمتعت فيها واستمتعت بعدين أنا دائما وراء الكاميرا إحساسك إنك تكون قدام الكاميرا واحد يقول لك سوي لا أتعاطف مع الممثلين الآن يعني ده بس الآن ما حاولتي يعني ما كان في عروض أحد بعدها إنه تعيدين التجربة بشكل آخر كنت أنا بعد طبعا تزوجت وكنت حامل وسافرت على طول أستراليا برايد كان خلص الترم حقه في السعودية وكنا فيعني كان صعبة جدا إن أنا نهائيا ما تنوين تعيدين التجربة لا مش نهائيا بس ان انا الحين احس ان انا يعني الاخراج هو الاساس احس ودي اكمل ان انا اكتب قصه يعني ويكون عندي الفكر التركيز يعني طيب نساء بلا ظل هذه يعني ذكرنا في التقرير المشكله اللي صارت مع الشيخ الدكتور عايض القرني صفيت القلوب ولا لسه؟ لا من زمان أصلاً لا بالعكس أنا أحترم فضيلة الشيخ بشكل كبير وأنا يعني أحترم التيار الديني يعني بشكل عام أنا عارفة يعني أنهم طبعاً وجودي أنا كامرأة تخرج أفلام وأفلام عن المرأة أكيد يؤرق الكثيرين وأكيد لأن يعني الكثير يتوقع من المرأة أن هي تعيش في البيت في خصوصية البيت وخصوصية الابتعاد عن أفلام في مقاطع أساسا متعلقين عليها في هذا الجانب لكن أنا اللي يعني اللي في ذيك الـ يعني الفيلم هذا أنه هل فعلا أنت يعني خدعت الشيخ؟ لا طبعا هو الشيخ قال أنه خدع بعدين الشيخ متورط في جماهيريته وكانت والله أنا ما أعرفه هو يتكلم يعني أنا ما أقدر أتكلم عن فضيلة الشيخ وطلع في تصريح بعدين في وقال أنه أنت يعني مو زي اللي أحد غرر فيه أو أنه لا بعدين هو في تصريح ثاني أتذكر أنا صراحة أنا ناسية تفاصيل القضية أنه في خلاص يعني ما في بس نعود إلى التيار الديني يعني أنا أحترمهم وأحترم وجودهم ولا أتمنى في يوم من الأيام أن أنا ألغي أفكارهم أو ألغي هذا الشيء وأتمنى أن أيضا يكون في نفس الاحترام يعني أن إحنا هو يكون تعايش ما إحنا في مجتمع ما راح نكون كلنا سوا ما راح نكون كلنا عندنا نفس الأفكار لكن يظل الاحترام ويظل الود وأنا دائما أقول أنا عندي أخو مطوع يعني أخو ملتزم لكن هو أخوي وأنا يعني أعز أخواني على قلبي مهم جدا بالنسبة لنا أن إحنا ما يكون عندنا هذا دائما الصدام ودائما التوتر بين المحافظين والليبراليين أحس أن أحيانا خلاص يعني خلنا نكبر شوي ما أحس أنه نحترم بعض وما في تغيير يعني راح يظل نظل في مجلة هوليوود ريبورتر قلتي أنه السعوديون على هوليوود ريبورتر يشاهدون أفلامي لأنهم يريدون قتلي لا هو ما أنت أصلا ما out of context يعني ما تقدر تاخذ هذا هو يقول لي السعوديين يبون يشوفون افلامك قلت له يبون يشوفون افلامي قلت له يبون يشوفون افلامي يعني وضحكت اقول له يعني ايه يبون يشوفون افلامي عشان يبون يشوفون التفاصيل ايش انا قايله يمكن علشان يعني عشان يقتلوني مو انه يقتلوني اتس ا جوك يعني ان السعوديين يفصفصون العمل ويروحون يقولون لك هذا ايش فيه هذا ايش قصدها هذا مش قصدها مو حقيقه يعني وانت تشوفه يعني وانا اشوفه يعني بس احنا طبعا نسأل عشان توضحين حتى ما يصير في لبس عند الناس لا وفي نفس الوقت انه انت
تعاملين لا بس المهم إنه كيف وصل لهم الهوليوود ريبورتر. يعني أنا الهوليوود ريبورتر يعني مجلة تعتني بالصناعة، يعني ما هي مهمة، ما هي مجلة مهمة. في مجلات زي نيويورك تايمز، زي LA تايمز، The Guardian، like Financial Times، like يعني فطاح الإعلام الغربي ما راح ولا ما جات عندهم الهوليوود ريبورتر. شوية في البلد لازم يسوون سيرش محترف. لا بس يعني هذا مو سيرش، هذا اسمه تقصد. لا تقصد واسمه مو بس تقصد، يعني راندوم، ايش عشوائي، يعني ما تقدر تروح تاخذ خط يعني. طيب كيف تتعاملين مع الاعلام الغربي غير ما تتعاملين مع الاعلام العربي والسعودي؟ يعني لا ما انه في بعض الروائيين او بعض المفكرين او بعض يعني يحاول يعطي الاعلام الغربي الشيء اللي ما يقوله في الاعلام حق بلده. لا بالعكس، أنا يعني حديثك الآن عن التيارات الدينية وعن الحقوق الملتزم تتكلمين فيه بهذه الطريقة مع صحيفة أمريكية أو بنفس الأسلوب. ودائما أقول أنا إحنا لازم نحترم التيار المحافظ. هو تيار الحين، هو تيار يعني موجود، وتيار يعني نتيجة عوامل اجتماعية، ما هو تيار بس موجود. التيارات احنا كلنا رحنا مدارس وكلنا ندري كيف ايش نوعيه التدريس اللي درسناه وايش ايش اللي يعني ايش المراحل اللي تمر بها انت كانسان في السعوديه. فانا يعني اتعاطف مع صحباتي المحافظات واعرفهم المرجعيات الفكريه حقتهم، ما يعني ماني وافهمهم لما يزعلون مني، اتفهم هذا الشيء. فما في عندي ولا واقول لا طبعا بالعكس. وحتى في الفيلم أنا ما حاولت إن أنا أسوي فيلم يعني كثر ما هو فيلم يضع وجه إنساني على ثقافتنا السعودية اللي هي دائما إحنا موجودين دائما في الاقتصاد وإلا في السياسة، ما حد يعرفنا إحنا في بيوتنا. إحنا يعني ثقافة خجولة وثقافة يعني عندنا ما هو عام مختلف دائما تماما عن ما هو خصوصي. وسعوديين اللي قفلت في بيوتهم يعني ناس لطاف، يحبون يغنون، يحتفلون بالأكل، في عندهم يعني بالجمال الحياة، في احتفال بالحياة. لكن وانس إن السعودي يطلع برا البيت حط الغترة وخلاص يعني صار عنده شخصية مختلفة. بس لما يكون في البيت في نوع من يعني في جمال في العلاقات الإنسانية ما تظهر. راح نشوف مثلا هيفا اليوم فترة تعمل فيلم رومانسي زي عطني رفرنس فيلم رومانسي يعني عن حب، على قصة حب، على علاقة حب أخوية في السعودية مثلا، ما أقول لك مهند ولا نوعية، ممكن يصير هذا الشيء؟ إيه لا بالعكس، أنا أحس أن الحب في السعودية مضمون بشكل كبير، وأحس أنه يعني الحب شيء جميل، لكن إحنا ما نعرف كيف أحيانا في السعودية نحن نتعامل مع هذا، مع مبدأ الحب. فيعني طيب احنا الان عندنا من ضمن الفقراتنا في هذه الحلقه انه ناخذ مقاطع نسمعها انا وانت سوا، بعدين ناخذ تعليقك عليها. الله يستر. لا ما عليك، ناخذ اول مقطع اذا سمحتوا. Coming on here because I mean we in America we take freedom of speech for granted. But I know you live in a place or you used to where you can get killed for freedom of speech. And you know what, I just want to assure you right off the top of the bat, I don't want to get killed either. Let's not get killed together right tonight on the show. No, we'll try not to. Okay. For sure. We'll try not. I'll be watching you. The bicycle represents modernity. The concept of modernity. Wow. Because that says a lot right there. I mean, here, we're over the bicycle. I mean, no, in Saudi, we have all the flat screens. No, I know. Recently, I think it was just a couple of weeks ago, that Saudi Arabia changed the laws about whether women could ride a bicycle. Before, yes, they couldn't ride at all. Yeah. And now they changed the laws, and women can't, of course, if they wear the complete head veil, of course, if they're with a male. And I love this, they said, only for fun, not for transportation. That's kind of their don't ask, don't tell, you know. That is true. But fun, not permission while you're in the van. Well, the content. The invisible director. The invisible director. Directed by shh. It was like that sometimes. Yeah. طيب يعني الحين الناس زعلانة. طبعا احنا مقصقصين عشان نختصر لهذا، مو بشيء تختصرون هذا، كل اجاباتي مختصرينها وحاطينه بس اجابات. لا بس الناس شويه عتبانين، قالوا انه كان يتندر على السعوديين وانت كنت يعني تضحكين. ما هو لا بالعكس، هو قال احنا بنحاول ان احنا ما نسوي. قلت له انا اي واتش اوفر يو، يعني قلت له براقبك، يعني ما راح اخليك تقول اللي تبيه. وبعدين هو كان غلطان في مكه، وقلت له لا صلحت له مكه. يعني هو بعد يعني هو برنامج كوميدي
وهو ما كان يتندر على السعوديين، بس الثقافة السعودية أحيانا ثقافة مغلقة تماما. يعني أنت لما مو إحنا بس يعني الحرمة تركب سيكل، لكن لازم يكون معاها محرم. حتى في الصحافة السعودية يعني كان موقف، يعني لما كان في كاريكاتير والرجال راكب وراء السيكل، يعني في أشياء زي كذا في ثقافتنا أحيانا. ولا إيش اللي طلع في الأخير شيء يضحك بعد؟ يعني في أنا والله ما أدري، ما علمني أبغى نو سوري، بس يعني في أشياء زي كذا يعني يعني شوية يعني صعب إن الناس ما تتندر عليها. يعني مش فقط لأنها غير مواكبة للعصر، في أشياء كثير في يعني تخرج غير مواكبة في العصر. فيعني مهم جدا إن إحنا نحاول يعني نظهر للعالم بشكل إن إحنا مش ضدهم، إحنا ما إحنا ضدكم، لكن إحنا مش معناته إن إحنا ما نوقف ونقول إن إحنا كذا، ولا إحنا نبين إحنا مين، بس مش معناته إن إحنا لازم نتخانق من الناس، ولا إحنا لازم نكون إذا أنت رايح برنامج كوميدي لازم تكون في وضع في زي الحوار حقنا الحين، حوار نقاش ساخن لازم يكون ساخن يعني. لا والله خفيف بالعكس. أي معنى؟ لا بالعكس، إحنا الناس النجوم اللي يقدمون عطاء نحتفي فيهم بالعكس. لا بالعكس. بالنسبة للصحافة، طالما تكلمتي أو اللقاءات أو خلينا نرجع للصحافة المكتوبة، هل فعلا قد أحد فبرك عليك الكلام؟ إيه تذكرت شنو اللي يضحك، المبايض مالت السواقة. هذه احنا ناقشنا الملف ده فيها، هلا جبنا القارنات يعني جبنا مختص وجبنا لا بس يعني أشياء زي كذا تثير السخرية يعني، لأنها غير مواكب غير صحيحة يعني، وغير مواكبة للعصر والذهن يعني نعم. طبيعي. سوري اني قاطعتك لاني قاعد اتذكر. لا ما في مشكله بالعكس. قد احد فبرك عليكي؟ فاجاتي مره بلقاء ما عملتيه، كلام على لسانك؟ في احيانا في صحف، خصوصا يعني في الغرب عندهم صحف يعني عندهم توجهات معينه، ان هم لازم يبينون ان المراه مثلا ضد التقاليد، ضد المدري ايه، ضد يعني في بعض، بس مش كثير والله. يمكن أواجه في المجتمع العربي أكثر من برا. أحس أحياناً في يعني انتقائية أحياناً، بس انتقائية في الكلام اللي تقولينه مثلاً أو في آرائك؟ زي مثلاً الحين بالمار يعني تركوا أشياء كثيرة. أنا يعني هو هذا يعني في أشياء كثيرة ومقابلات كثيرة وفي أشياء كثيرة، بس في عندهم يأخذون في انتقائية وفي تركيز إنك يبون يعني to project things، يعني يوضحون أشياء بشكل معين ويحطونها بشكل معين. لكن هذه نوعية الثقافة اللي إحنا ننتمي لها أحيانا، ثقافة انتمائية وتحاول إن هي ترى الأشياء. يعني واحد يكون في عيونه يحاول إنه يصدق نفسه، ما يحاول إنه يشوف الحقيقة، ما يحاول إنه يكون حيادي، والحيادية صعبة أحيانا في مجتمعات زي كذا، هي أحادية. نحن نربى على هذا الشيء يعني، حتى أنا صعب علي إن أحيانا أكون أحادية يعني، صعب. شوف إنه يعني صعب إن أنا أكون يعني حيادية. شوف إن تويتر هو ساهم في هذا الشيء، أحس إن آراء الناس بشكل أوضح. أحس إن تويتر طبعا لا بالعكس، أحس إن خلق مساحة. يعني السعودية بلد كبير وبعيد عن بعض، في وفي segregations في البنات والأولاد، ما في اختلاط، ما في أشياء زي كذا، فخلق هذا العالم الافتراضي. على تويتر أوقات تنشطين أوقات ما أعرف تويتر، حاول ما أعرف التويتر، ما أعرف، لا بس أحاول يعني أحاول كذا، بس أنا بعد مشغولة يعني ما أقدر، عندي عيالي عندي بيت عندي أفلام، وكنت يعني كثير ما مع الفيلم بروموتينج، توني راجع من اليابان، الفيلم في كل مكان نزل، فأحتاج أن أنا أروح هناك تبروموت الفيلم. طيب راح نروح فاصل وبعد ذلك نأخذ أيضا المقاطع الأخرى، فاصل ونعود. أهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا مواصلين في لقائنا مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور. أهلا وسهلا بك مرة ثانية. أهلا. ثالثة الحين ورابعة، تستاهلين. خذنا شفنا المقطع الأول، شوي ما عجبك الموضوع إيش تسوي يعني، راح نأخذ المقطع الثاني وأبغى أسمع تعليقك عليه، متابع. أسباب التحريم واقع السينما، وأنا أقول أيضا إضافة لما ذكره الشيخ أن من أسباب التحريم واقع السينما وتاريخها،
فإننا لا نجد في شرق الأرض وغربها مكانا افتتحت فيه السينما وأدت إلى أهداف نبيلة، بل إن السينما في كل مكان. أنا أريد ممن يقول إن السينما رسالة أو إن السينما وسيلة أخلاقية أو أن السينما وسيلة تربوية، أريده أن يعطيني مثالا في العالم من أمريكا إلى أنغولا التي أيضا تعتبر مع أنها دولة إفريقية إلا أنها دولة متقدمة سينمائيا، يعطيني في هذه الدول دولة استطاعت أن تجعل من السينما وسيلة لتربية وتهذيب الأخلاق. فإذا نحن ينبغي أن لا نبدأ من حيث بدأ الآخرون، ينبغي أن نبدأ من حيث انتهوا، ونعلم أن السينما إنما أودت بهم إلى الشر العظيم. أحب هنا أن أقرأ بعض الإحصائيات عن المجتمع الأمريكي الذي يعاني الآن من السينما. هذه بعض النتائج من دراسة اسمها أثر أفلام السينما على جرائم الأطفال للباحث هو مؤسسة باين. هذه المؤسسة أنتخب منها هذا الكلام فيما يخص أعراضنا، فيما يخص فتياتنا. هل نريد أن تكون فتياتنا مثل فتيات المجتمع الأمريكي؟ تقول الدراسة أنه من بين 252 من البنات المنحرفات في الواقعات في سجن الأحداث من سن 14 سنة إلى سن 16 سنة، 25% من هؤلاء البنات أفدنا بأنهن اشتركن في عمليات جنسية مع الرجال عقب فتح نفوسهن بعدما شاهدنا الأفلام الرومانسية. تعليقك على هل فعلا المجتمع الأمريكي يعاني؟ الشيخ محمد السعيد، هل هذا الكلام دقيق؟ طبعا أنت متعمقة ومتوغلة في هذا الجانب. لا طبعا، السينما وسيلة راقية طبعا وتهذيب النفس الإنسانية وتحتفي بالحياة، يعني تعطيك مشاعر الإيثار، تعطيك مشاعر الحب. أنا يعني تشوف الناس يدافعون عن مبادئ عالية. وإذا كنا نتكلم عن السينما الأمريكية، فالسينما الأمريكية مستهلكة بشكل عالمي، يعني وإحنا عندنا في السعودية أكثر الشباب، أكثر الناس على الإنترنت يشوفون أفلام السعودية على التلفزيون. يعني ما تقدر تقول إن ما في سينما في السعودية، يعني ما في عندنا دور عرض، هذا شيء، لكن ما في سينما، ما في إن الناس يشوفون أفلام، ما هو صحيح. حتى وأنا صغيرة كنت أروح عند فيديو طارق من بيتنا، ونروح نأخذ عندك، هذا كان تسوي لازم اشتراك وتجيب الفي اتش اس وتشوف الأفلام. شفت كل أفلام ديزني، كل الأفلام هذه شفناها وإحنا صغار، يعني ما كان في منع للأفلام، لكن دور العرض شكل مختلف. وهذا دور العرض، لأن أنا أتوقع يعني أختي، لأن ليش ما في دور عرض في السعودية؟ أن يعني الفن بصفة عامة، عرض الفن بشكل علني في السعودية، يعني وخصوصا أن السعودية مرت بفترات محافظة جدا من تاريخها، ما هو مقبول. حتى يعني المهرجانات الموسيقية أو أي شيء آخر، يعني ما هو مقبول في المجتمع السعودي. فمن هذا المنطلق أنا أحس أن السينما أيضا تأثرت. وبعدين السينما الآن أصبحت قضية قطبية زي سواقة السيارة، يعني السينما وسواقة السيارة، هذا هو. فأصبحت قضايا يتخانق عليها الناس. فما أنا بالنسبة لي ما يهمني أنه يفتح دور عرض في السعودية، كثر ما يكون في تأسيس فعلا لثقافة السينما، يكون نعرف يكون عندنا جيل من السينمائيين يفهم حقيقة السينما، اللي هي وسيلة تعبر عنه وتعبر عن ذاته وتعبر عن وجوده يعني. نعم، وفي كثير ربما بلدان استفادوا من السينما على مستويات كثيرة، على مستويات سياسية، ومنها المجتمع الإيراني من فاز بالأوسكار، ويعني تعزيز للثقافة والاحترام عند ثقافة أخرى، يعني أنت تبي تكون ند لها. والسينما من أكثر الفنون اللي هي ما هي سياسية، لكن يعني انك تفوز بالأوسكار ولا تفوز بكان ولا تفوز بأشياء زي كذا، لها اعتبارات يعني. طيب ناخذ المقطع الثالث. ناخذ نتابع. merkelijk film in de bioscoop. Dat gaat over een meisje uit Saoedi-Arabië die iets wil, iets eenvoudigs, dat zou het in Nederland zijn, namelijk een fiets. Maar dat gaat niet zomaar in Saoedi-Arabië en daarom is die film zo spannend. Antoinette Vlieger, die is rechtssocioloog en die heeft een tijdje in Saoedi-Arabië gewoond, heeft voor ons de film gezien en doet verslag. Antoinette Vlieger, rechtssocioloog, woonde een tijdje in Saoedi-Arabië en vanaf vandaag draait de film Wajda, denk ik moet je zeggen. Wajda. In de bioscoop en dat is een film van de eerste vrouwelijke filmregisseur uit Saoedi-Arabië. Het is het verhaal van een meisje dat tegen de wil van haar ouders een fiets wil kopen. Want meisjes fietsen eigenlijk niet, althans tot voor kort, in Saoedi-Arabië. Wat vond je van de film? Ik vond hem fantastisch. Het is echt een juweeltje.
En er is heel erg veel in verwerkt over hoe de Saoedische samenleving er voor vrouwen uitziet. Ik herkende heel veel. Ik voelde me ook direct verbonden met dit meisje. Want ik panjerde daar zelf ook op gimpen rond. Hetzelfde soort gimpen. Ze heeft ook de hele tijd ruzie met haar sluier die afwaait. En het was allemaal verschrikkelijk herkenbaar. Ja. Erg leuk. Het is in de film krijg je natuurlijk een beklemmende beeld van een islamitische dictatuur die vrouwen volledig onderdrukt. Ja. En toch wordt die gemaakt in diezelfde islamitische dictatuur. Ja, er komt langzaam iets meer ruimte voor vrouwen. Het gaat heel langzaam. Ik was van de week ook op de radio omdat er in de hoofdstad Riyadh 6 vrouwelijke kassières zijn aangesteld. Dat is ook heel revolutionair. Er is beweging, maar het gaat erg langzaam. Maar het mooie is dat die fiets, dat staat echt symbool. In mijn eigen boek komt het ook terug dat ik op een gegeven moment in het diplomatieke kwartier kom waar vrouwen op fietsen rondrijden. En ik beschrijf ook, dat is het ultieme teken van vrijheid. تعليقك على يعني ما سمعتي وش تشعرين فيه لما تصير يعني فيلمك حديث الناس وحديث صحافة غربية وحديث صحافة في مجتمعات في أكثر من دولة بس أنه يتعرض الموضوع لوصف البلد بالدكتاتورية بأنه تحدثون عن أسوأ يعني ما لدينا شعورك هل هو متناقض ولا يعني لا شعوري هذه الحرمة ما تدري من لحطها فيه ما حاطة روحها خبيرة عن السعودية وتتكلم بشكل يعني أنها ما هي عارفة عن المجتمع ويعني وهذا دليل آخر على الانتقائية يعني هذا في هولندا يعني انشهر بس لأنها حتى ترجمة لكن في أشياء مهمة أكثر من البرامج أكثر من هذا الفيلم أكثر من هذا البرنامج أهمية وأكثر تأثيرا في الرأي الغربي ولكنها لم تصل إلى المواطن العربي لأن ما حد ترجمها فما أدري من هذا الله هدا راح مسك هذا يعني يعجب الموضوع وترجمه لكن أنت ما تقدر تمنع الناس أنهم يقولون لكن على الأقل هي وصفت حكت بشكل إيجابي ما كان لا هي تتكلم كانت كلامها يعني ما هي حاطة روحها خبيرة ولكن هي ما هي خبيرة يعني ما تعرف المجتمع السعودي عشان كذا يعني تتكلم لا في أشياء كانت عن الشعوذة وأن الناس تخاف من صورهم يعني أشياء يعني ما هي حقيقة في المجتمع فيعني أحسن نحن نكون موجودين لما نحن نتكلم عن نفسنا لما نروح إحنا ونشرح ثقافتنا أحسن من الناس الثانيين هم بس فقط اللي يتكلمون عنا بهذا الشكل وهذا يعني بلد السعودية طبعا يعني إحنا بلد لها قيمة سياسية ولها قيمة اقتصادية في العالم فإحنا لازم نتوقع أن إحنا دائما الناس مهتمة بالشأن السعودي مهما يحصل فأنت ما راح تقدر يعني تقول للناس ما تتكلمون هذول الغربيين راح يتكلمون لكن من المهم أن يكون عندنا أصوات يعني محلية أصوات محلية تخاطب الغرب وتشرح المجتمع وتشرح إحنا مين وتشرح ثقافتنا بشكل يفهم الغرب وهذا اللي إحنا ما نقدر إحنا نسويه لأن إحنا ما عندنا أحياناً مش إحنا بس يعني الثقافة العربية بصفة عامة يعني أحياناً ما عندنا هذا التواصل على الساحة العالمية نحن نشرح نفسنا مش من خلال بس المنتديات الاقتصادية ولا الكونفرنسز والأشياء من خلال الفن من خلال الكتب من خلال الثقافة أكثر نعم أيضا هذا الموضوع يقودنا إلى سؤال مهم جدا حقيقة بس شكله هو ما يهمك الموضوع هذا أعرف علاقتك مع الإعلام في أحد ينظمها في بعد كل في فريق مثلا ولا يعني تعتمدين على نفسك في هذا الجانب أيضا متابعة رجع يعني متابعة صدى أعمالك سواء لقاءات في الإعلام الغربي صحفية تلفزيونية في حد يعمل لك يتابعها يجمعها ولا تأتيك بمحض مهتمة بذا الجانب أو لا؟ يعتمد على الشركة يعني يعتمد على الموزع يعني الموزع في كل بلد في كل بلد هو اللي يتعامل مع الصحافة وأحيانا يرسلوني ريبورت بالتقارير اللي حصلت أحيانا لا يعني يعتمد وأنا لا ماني من النوع اللي يقولوا لي إيش مين تكلم عني مين ما عندي وقت يدوبك خلص اللقاء و أروح على بيتنا أروح أشوف عيالي زوجي يعني. صحيح بس ما تشوفين أنه مثلا النجاح لما يكبر رجع الصدى يكون أكبر وبالتالي تحتاج المسألة إلى يعني تنظيم إلى متابعة أحيانا بعض يبغى لها تصحيح يبغى لها رد يعني ما تفكرين مستقبلا أنت تنظمين هذه المسألة أنا
انظم كيف يعني احد يكون عندك يعني مسؤول عن علاقات عامه، مسؤول عن مكتب اعلامي لك، تتفقين مع شركه بدل ما تعتمدين على الموزعين. لا بس الموزعين عندهم شركات اعلاميه، عندهم شركه علاقات عامه، ويعني يعتمد على اي بلد. يعني في امريكا عندنا شركه علم يعني الببلسيست للفيلم من افضل الببلسيست في العالم يعني، وكذلك في بريطانيا، وكذلك يعني في فرنسا. هذه البلدان يعني فيها، لأنها تعتبر بلدان كبيرة، يعتبر الإعلام فيها مؤثر. إيش PR manager ولا publicist من أفضل الشركات اللي هناك، هم يدرون الموضوع يعني. بس إن أنا أتابع معاهم وأقول لهم عطوني، يعني أنا من النوع اللي ما عندي طولة بال إن أنا أدقق، بس هم لا طبعاً يعني يحرصون جداً إن ما يصير شيء يضايقني أو شيء زي كذا. فعشان كذا من هذه البلدان الثلاثة ما جانا كثير أشياء يعني، مو زي هولندا. طيب يعني أكثر تجربة لك كان سوى ضجة، يعني كان عليها صدى كبير، هل نقدر نقول وجدة ولا لا في شيء نساء بلا ظل؟ ولا أنا نساء بلا ظل فيلم عزيز علي جداً، لأن أنا سويت نساء بلا ظل بلا فلوس يعني زيرو بجت، وقدمني للناس. لكن طبعاً وجدة يعني أنا وجدة اشتغلت عليه يمكن 5 سنين 7 سنين بس أكتب السيناريو ودور المنتجين، يعني ما كان هذا طلوع وجدة، ما كان من العدم، كان وراء رحلة شاقة طويلة إنك تكتب السيناريو وتلاقي ناس تهتم بالسيناريو وتلاقي منتج جيد يتبنى هذا، وطبعاً وروتانا تكون شركتنا. يعني كان يعني رحلة طويلة، وأنا سعيدة جداً طبعاً. ودة هو يعني أكبر شيء بالنسبة لي الحين. أكبر شيء كان عليه صدى. لا طبعاً أكبر صدى. وبعدين لا ودة يعني يعتبر يعني من أهم الأفلام العربية الآن في يعني اللي طلعت على العالم يعني. نعم. احنا ايضا مكملين في حلقتنا، ابشرك المقاطع خلصت. طب كويس. بعد في المقاطع. اي والله. بعد الفاصل جاي في صور. طب كويس. او صور ان شاء الله تعجبك وتفرحك. بعد الفاصل. أهلاً وسهلاً بكم من جديد، لازلنا مع ضيفتنا المخرجة السعودية هيفاء المنصور. أهلاً وسهلاً بك. قبل نروح لفقرتنا الأخيرة بسألك كذا سؤال مرتبط أيضاً بتجربتك في أكثر مجال، تجربة لجنة التحكيم وتجربة روتانا في دعم الفيلم السعودي، أبغى تقييمك لتجربتك وللتجربة كلها بشكل عام. تجربة التحكيم في مهرجان فينيس ولا في فينيس وفي فكرة روتانا؟ إيه في قناة روتانا. الآن هو صعب إن أحياناً أنا حاولت ألعب الدور الشرير. بس صعب، أنا بالنسبة لي صعب أحياناً إنك تقيم عمل، لأن أحياناً يعني في subjectivity sometimes، يعني في أشياء أنا ما تعجبني لكن في ناس كثير تعجبهم، فأحس إن أنا صعب إن أنا يعني إنك ما أحب إن أنا يكون يعني أكون في هذا الموقف يعني. بس كانت تجربة ممتعة جدا يعني، وأنا استمتعت فيها كثير. لكن كفنان أن أنا أقيم فنان آخر دائما يكون عندي تحفظ، لكن لما يحطوني في حكم لازم ألعب الدور يعني. طيب فكرة أنك تعمل مهرجان للسعوديين وهم في بيوتهم، بحكم أنه ما عندنا صناعة، فكرة عبقرية طبعا. فكرة ممتازة، لأنه يعني خلاص التلفزيون هو أصبح البديل الأول للسعوديين، أو لا بالعكس يعني، وهذا يعزز معنى ثقافة السينما، يعزز عند الشعب يعني الشعب السعودي اللي أحيانا ما يعتقد أن السينما فقط أفلام هوليوود ولا أفلام بوليوود، ما يعرف يعني إيش فيلم وثائقي يعني إيش ما هي الفيلم القصير ولا شيء زي كذا. طيب الخطوة المقبلة ما هي بعد وجدة؟ والله ما أدري صراحة، اللي بالنسبة لي في شيء محطوط في الدرج تقول لها بعدين في لا، لحد الحين أنا أحاول أن أكتب يعني أكتب شيء، بس بعدنا أحاول أن أنا أتعاون مع الشباب من خلال روتانا أن أنتج لهم أفلامهم، أن أحاول أن أنا أطلع. كيف العلاقة مع روتانا؟ لا علاقة ممتازة، شركة روتانا يعني إحنا عانينا كثير أن إحنا نلاقي شريك في الشرق الأوسط، وكانت شركة روتانا هي أكثر الشركات اللي احتضنت الفيلم واحتضنتها بحب واحتضنتها بحقيقة يعني. وفي دعم للسينما السعودية، وفي دعم يعني ما توقع أنهم كانوا وراء الربح كثر ما هم إعطاء المرأة هذا الصوت، إعطاء المرأة هذا المنبر،
وفي يعني في 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 مجازفه انك يعني تغامر على على هذا على صوت جديد وتعطي مساحه. طيب طالما نتكلم عن روتانا ونتكلم عن تجاربك العديده، تجربه كيف الحال تقييمك لها؟ يعني كيف الحال طبعا مثير للجدل من كذا نواحي، لكن تعتبر بالنسبه لي اعتبر ان تجربه افادتني انا كانسان عملت على الفيلم. لكن طبعا استفدت ان انا لازم اصنع، عندما اصنع فيلم لازم يكون فيلم نابع من الثقافه، بحيث ان الكاتب سعودي وان المخرج سعودي وان الممثلين سعوديين، وتعطيه هذه النكهه يعني الناس تعرف. لكن كان محاوله جيده ان احنا ندفع بدفة السينما، يعني يكون في سينما وفي سينما تجارية نوعا ما لها جمهور. وهشام كان يعني كان محبوب كثير ولا جماهيرية ولا شعبية، وأتوقع ناس كثيرين شافوا الفيلم وتعاطفوا معاه يعني. نعم. عموما الحديث معك لا يمل، بس بنروح لفقرة الصور. نبدأ بأول صورة، والدك عبد الرحمن المنصور. يعني هذه الفقرة احنا نوجه فيها يعني رسائل و ما ادري ايش الصورة ما طلعت، ممكن تعطونا الصورة؟ طيب هذه اول صورة، قد قلنا صورة الوالد. هذه رسائل موجهة، ايش تقولي له رسائل؟ او يعني ما ادري ايش اقول لبابا الله يرحمه، بس يعني لو ما المساحة الحرية اللي اعطاني اياها في البيت كان عمري ما قدرت أسوي أي شيء. لا تبكي. لا يعني مهم جدا، يعني بابا كان الله كان يجي له رسائل، شلون تخلي بنتك تطلع في التلفزيون، شلون تخليها تعرف وعندك أهل وعندك يعني. وإحنا طبعا يعني أهلنا محافظين شوي، بس ما اهتم يعني. مهم إنه يكون في هذا الرجل اللي يعطي المرأة خصوصا في مجتمع زي السعودية يعطيها هذا الغطاء أن هي تبدع وأن هي تسوي اللي تقدر عليه. فشكرا طبعا. طيب نعطيك صورة ثانية تفرح. أعطونا الصورة الثانية اللي هو زوجك برادلي. لا بقى أشكر الكر، لازم أدور شيء ثاني غير أقول شكرا. لا بس براد بعد يعني ما قصر، يعني أنا بقول مو البراد للبنات اللي يقولون في تويتر إن أنا قصيرة وبراد طويل. معليش حسنا ننزل صح؟ لا بس يعني براد إنسان يعني لطيف جدا. وش تقولي للبنات اللي يقولون طويل؟ وش تبغى تقولي؟ تقولي غير دقيق مثلا؟ اللي عطاني يعطيكم إن شاء الله. طيب ناخذ الصورة الثالثة، المخرج عبد الله المحيسن، المخرج السعودي السينمائي. أتمنى أشوف أفلام أخرى من أستاذ عبد الله، وأتمنى أشوف أفلام يعني ملتصقة بالذات السعودية، ونشوف أفلام يعني تشغلنا، ويعني إن شاء الله ما يوقف. من زمان هو سوى ظلال الصمت، إن شاء الله نشوف له فيلم جديد. طيب نأخذ الصورة الرابعة، سلطان البازعي. صراحة أنا يعني شكر خاص لجمعية الثقافة والفنون والأستاذ سلطان البازعي لاحتوائهم الفيلم، يعني وأن هم رشحوا الفيلم للأوسكار واختاروه، يعني 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 كبير ودفة كبير للثقافة في السعودية نحن نحطها في محفل عالمي زي كذا. ويا لا شكرا جزيلا أستاذ سلطان، يعني زميل عزيز. بالمناسبة كان معنا في هلا لما ترشح وقال كلام كثير إيجابي مهم الحقيقة في شخصك وفي الفكرة نفسها. الثالث أو الصورة ما قبل الأخيرة، الشيخ الدكتور عايض القرني. أتمنى يكون بصحة وخير وعافية، ويكون يعني وأتمنى يعني يكون إن شاء الله، يعني أنا ما أتمنى يكون كل شيء بخير مع الأهل والناس يعني. هو إن شاء الله يكون بخير، بس في شيء بتقول له يا مثلا؟ أقول لك العام وبخير. أنا من زمان يعني ما عن فضيلة الشيخ من أيام نساء بلاد، يعني أتمنى كل عام وهو بخير للعيد وعيد الأضحى وعيد الفطر ورمضان، وبارك لك كل هذا الأشياء، وإن شاء الله يعني نقرأ له كتب جديدة. نعم. طيب نشوف الصورة الأخيرة، صاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال.
يا أنا بأشكر يعني سمو الأمير، وأنا ممتنة جدا لأن الاهتمام بالمرأة السعودية والاهتمام بالسينما وأنا دفع بهذا الفيلم يعني. وأنا أذكر أنا رحت قابلته وقلت أنا عندي فيلم رحت للمكتب وعندي فيلم وعن بنت عندها سيكل ومدري إيش وكذا، قال لي اكتبي خطاب وكتبت خطاب والله وما قصر يعني، هذا إحنا سوينا الفيلم فيعني يعني لما قال لك اكتب خطاب توقعت انه ما راح يساعدونك؟ اي والله اكتب خطاب لا بس يعني انا ممتنه جدا لاهتمام سمو الامير بالسينما وللسعوديين يعني اعطاء المراه هذه الدفه واعطائها هذا المنبر الكبير انها تعبر عن ذاتها وعن افلامها، وان شاء الله يعني نسوي افلام تبيض وجه روتانا وتبيض وجه سمو الامير. نعم هيفاء، احنا وصلنا للنهايه، في شيء يعني كنت تبغى تقولينه بس ما قلتيه مثلا؟ لا انا بشكرك خالي على هذا اللقاء الجميل وإن شاء الله يعني كلامنا يكون خفيف على الكل. لا لا هو خفيف، أنا اللي أشكرك صراحة، واعذريني إذا بعض المقاطع كذا ما عجبتك ولا قصصناها بالعنف. لا بالعكس يعني. وإن شاء الله نحتفل بإن شاء الله وجده يعني إن شاء الله. يعني فوز ونحتفل كمان بإنجازاتك الأخرى إن شاء الله. أشكرك مرة ثانية على حضورك وتلبية الدعوة وعلى كل ما تقدمين يعني من إبداع. أشكر الحقيقة كل من يخصص من وقته لمتابعتنا في أهلا، ألقاكم غدا في أمان الله.